واللي خلى المباراه النهارده فنيا مش عالي قوي يا جماعه لازم نعرف ان في اجهاد حاصل على لعيبه الاهلي. طبعا طبعا 10 ايام على 10 كتير. والمشكله كابتن شريف، كابتن شريف مش حكايه كام ماتش، حجم الماتش كلها بطولات. مزبوط. انت عارف لو مباراه عاديه مش مشكله. مزبوط. انما تركيزك مع بطوله غير تركيزك. مزبوط. مع ماتش خالص. صحيح. بطوله في يوم البطوله التاسعه دي مفيش اهلاوي في العالم مش مركز وبيكلمك ونفسه فيها، فتخيل كل كل العبء ده، عبء النفس وعبء بدن على اللعيبه. النهارده بقول لهم الف الف مبروك ليكم، كل الشكر على المجهود اللي بذلتوه النهارده. كاس تعب وكده، لكن هتفرحوا بيه كويس قوي، وان شاء الله تاخدوا كده كام يوم هدوء بقى شويه لحد ان شاء الله باذن الله البطوله. انت عايز تقول حاجه؟ تاكيدا لكلامك، احنا نفسنا تعبانين، مالك بيهم هم؟ لا اتكلم عن نفسك. انا مش تعبان. تعبان ايمن؟ لا مش تعبان خالص. انت اللي تعبان بس بالاخر. الشندي ده غدار يعني. يعني العشاء عليك النهارده بيتزا برضه ولا ايه؟ اسماك بس محلاتك.